هكذا. فهذا دليل على التآمر بين أهل الشرك وبين أهل اليهود والنصارى وبين المنافقين. والمنافقون هم الروافض وهم الإخوان، هم هؤلاء وشعبهم وطوائفهم المسميات المختلفة، سمهم الحوثيين، سمهم يوكو حرام، سمهم الدواعش، سمهم التكفير والهجرة، سمهم ما شئت، الجماعة الإسلامية، جماعة الجهاد، كل هؤلاء كلها على خدم. وإذا أردت أنك تعرف أين موقع الاتحاد الإسلامي، ها تظنون في مكة ولا في المدينة؟ يعني في أحضان الكفر، عند الكفار، ويصرحونهم أنهم هم اللي صانعين عصابات الإجرام وشذاذ الآفاق، ويصطادون من أبناء المسلمين من فيه غفلة، من فيه قلبه مرض، من له هوى، من فيه طمع دنيا، ويجمعون هؤلاء، ولهم أثانين في المكر والحيل لخداع الناس وإيقاعهم في النفاق والإلحاد والزندقة. إذا بغيت تعرف أصل ثورة إيران، شوف الخميني منين جاء. جاء من فرنسا، ولا تكلم أحد وزراء العدل في تلك الدول. أول شيء التقى وبعدين طار بالطيارة جاء إيران. هذا جاي الإسلام، ذا جاي نكيد الإسلام وأهل الإسلام. وأول من راح يصف هذا إخوان من جميع مناطق بلاد العرب والإسلام، هم أول من راح له يهنيه بتتويج أهل الكفر والإلحاد له، ولا قائم لا خليفة ولا انتبهوا لهذا. ولا كل هالجماعة اللي تزعم منه في جهاد ولا كذا كلها تدار هناك مثل الريموت، وإذا ضاقت عليهم البلدان آوهم هم حتى يبيعون بهم ويشربهم من المحافل الدولية فقط. ما هو إكرام لهم، لا، ليؤهلوهم مرة أخرى إن قدروا، وإلا باعوهم وشروا مصالح دنيا. يحذر هؤلاء. ولا فرقة واحدة، فرقة واحدة من هالفرق ذي الجهادية ينطبق عليها وصف الجهاد الشرعي. أول الوصف أن يكون تحت ولاية عامة تجب طاعتها في غير معصية الله، وثاني وصف أن يكون بأهلها قدرة على نشر الإسلام ومواجهة الكفار، وثالث أنه ما يترتب على جهادها مفسدة أرجح. هؤلاء ما عرفوا إلا بإسقاط الولايات وجلب شذاذ الآفاق من مختلف الأرض إلى بلاد الإسلام، قطاع الطرق وعصابات الإجرام وتجار المخدرات وتجار الأسلحة كلهم يجمعون باسم الجهاد. ولا تعجبون أنه يوجد خطباء وغير هذا من هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به رأى أقواما تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قال من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال هؤلاء خطباء أمتي الذين يقولون ما لا يفعلون. لا بد يفهم هذا. ولهذا شعارهم الأناشيد والأغاني والمعازف وغيرها وغيرها، وهذا يتفق عليه كل هؤلاء، كل الطوابير تتفق على هذا، عزف وأشعار أناشيد يسمونها حق الصوفية، و تآمر على الإسلام وأهله، واجتماعات مشبوهة وعلاقات مشبوهة، وتدمير وتخريب وتفجير وتغرير سفهاء المسلمين ضعفاء العقول منهم المغفلين اللي ما يعرف عدوه، حريا يقع صيدا للعدو. والحذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وقلت تسألوا عن الشر مخافة أن أقع فيه. كلهم يحرفون الكلم عن مواضعه، كلهم يطعنون في السلف الصالح، وكلهم يقرون شرك القبور، وكلهم يتآمرون مع أعداء الإسلام علنا أو سرا. ولذلك مثل ما قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يبنون ما شاء الله ثم يسقط البناء على رؤوسهم، هم يهلكون يكشف الله أسرارهم هؤلاء اللي يظهرون. وأما القاعدة فالقاعدة جزاؤهم عند الله، يعني الذين يهيجون الناس ويهيئونهم للفتنة والشر وهم بين الفنادق وبين الاستراحات وبين الأموال وبين الأمور هذه، فهم صنف عن الخوارج، صنف المجانين يتصرفون تصرفات طائشة ولا يفكر في عواقبها، وصنف القاعدة هم اللي ينظرون ويدفعونهم
ويغرونهم ويلمعونهم ويدلونهم على عورات المسلمين وعلى الحيل والمكر. كلهم مذهبهم اللي مؤسس عبد الله بن سبأ الصنعاني اليهودي، هو الذي أسس هذا مذهب النفاق والخروج على الولاة والخروج على العلماء والخروج على دين الإسلام. ثم دخل منه الروافض المجوس للتشفي من أهل الإسلام ومن العرب. ثم لما ضغط عليهم من قبل أبي جعفر المنصور رحمه الله ومن بعده من عمر بن عباس تقمص التصوف والفلسفة وإخوان الصفا وغيره، الرموز والإشارات، وكل هذه الطوائف يجمع أمران في البلاد الهادئة مثل دول الخليج. هذا العنوان، عنوانهم على نية الدعوة وسرية التنظيم. في البلدان الأخرى على نية الجهاد وسرية التنظيم كذا بس. فهمتم هذا؟ وكلهم يتعلقون بالقرآن العظيم مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يتأولون على غير تأويله، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. تقرؤون القرآن وتعجبون بالألحان، منافقون، تجمعون بين القرآن وألحان الغناء مزمور الشيطان. فجهادهم وجهاد فتنة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. والآن كلهم انكشفوا، لكن الثوب الجديد اللي سيلبسونه في المستقبل والخطط الأخرى هي اللي يحتاج الإنسان يكون على علم بها. ولا الفتن إذا أقبلت فتنة الناس ولا يعرفها إلا خواص الناس اللي هم أهل السنة والجماعة، هم اللي يهديهم الله وينور بصائرهم ويكشفونها ويعرفونها من قبل أول ما تقبل، يحذرون منها ولا يثبت إلا كلامهم ولا يقع في الواقع إلا منهجهم. ثم تنكشف قد لطمت الناس وذهبت، ترجع من جديد بثوب جديد وتلطمهم مرة أخرى ويستعملون لها السلاح الناعم الغنى وسلاح التفجير والتخريب. كل هذا يستعملون. تدرون أحد طواغيت الباطنية من مكره الكبار أنه مسؤول كبير في الدولة، وجاء بمجمرة مبخرة يحملها بضعة رجال، وضع فيها النار ووضع عليها البخور وأدخلها في الكعبة البيت الحرام شرفها حتى يطوف الناس بها من وراء، ويطوف هو يقول يا بيت عاتكة التي أتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل، إني لأمنحك الصدود وإنني قسم إليك مع الصدود لأميل. هذا ما فعله المشركون، حتى المشركون ما فعل، المشركون يعظمون البيت، وهذا يفعلونها اللي ينتسبوا للإسلام. المكر الكبار يجعل النار في الجوف الكعبة. هذا صار في زمن الدولة العباسية من الباطنية هؤلاء أخونا الصلاة. وتجدون مقارب هالكيد وهالرسائل والشفرات ورسائل أخوان الصفا، تجدون منها موضوع الأغاني وموضوع كذا وكذا 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 وإعلان له وغير غالب. كل هذه مكر يتآمرون بين التآمر الناعم والتآمر الخشن، كل له حل. يعني هذا التآمر على الإسلام وأهل الإسلام، كل يدخلون عليه بحيلة يخدعونه بها، يخدعون الأغنياء والوجهاء والأمراء وغيرهم بالأغاني والسمر والسهر وكذا 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 ما يجري في الليل، ويخدعون الآخرين بأخذ أموالهم وجمعها باسم الجهاد وكذا وكذا، ويخدعون الشباب تهيئة متجنيده للفتنة والشر، وأنهم يتقربون إلى الله بقتل آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم. عرفت أنه حصل في الجزيرة العرب هذا، أنه يتقرب إلى الله بقتل أبيه وأمه وأخيه، اشترد منهم هذا. لو كان في غير جزيرة العرب كان يقال هذا جهل وهذه عجمة سوء فهم، لكن هذا يعد هذا من الجهاد وقربه إلى الله عز وجل. كل وسيلة توصل لغرضهم يتخذونها. يكفيكم أنهم حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وخانوا مع المنافقين في الأحزاب وطعنوا في بيت النبوة والقرآن ينزل، يعني طعن والقرآن ينزل، وش تخرجوا منها؟
ما خاف ان القران يكشف، واذا كشفهم الله عز وجل. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل منهم ما اكتسب من الاثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. انظر، ارسلوا اليهود مندوبين منهم الى قبائل العرب يهيجونهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وارسلوا مندوبين منهم الى الملوك المجاورين يسندون هؤلاء السفله المنافقين. هو التاريخ نفسه، هو نفسه يستعملون الوسيله النائمه ويستعملون الوسيله الخشنه ويستعملون الاغراب بالماء ويستعملون التزلف بالمناصب وغيره وغيره، ما عندهم شيء، يعني ما يخافون الله صلى الله عليه وسلم. قاس يقولون، وإذا قيل لهم اسجدوا قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن السفهاء. هذا اقرأوا سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة التوبة وسورة الأنفال وسورة المنافقون، اقرأوا سورة النبي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم والفتح، كل هذه في المنافقين، كلها تكشف المؤامرات والحيل والأساليب اللي يفعلونها النائمة والخشنة، تكشف علاقتهم بأشر الخلق، منهم أشر الخلق اليهود والذين أشركوا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. والثالث مستشرق النصارى الملاحدة، ولا دخل اليهود، ما دخل التتار ولا الصليبيون بلاد الإسلام إلا على ظهور الرافضة في العراق وفي الشام. انظر اليوم نفس الشيء، هم حمير هؤلاء، ولا دخلوا اليمن إلا على ظهورهم نفس الشيء. هؤلاء هم مطايا اليهود والذين أشركوا والمجوس، ومنافق السنة هم هؤلاء، إما الإخوان ولا الصوفية. المسلمون إذا ما عرفوا أعداءهم وحذروهم وقفوهم عند حدهم لن يتركوا ملكا قائما وهم يقدرون، والله لن يتركوا ملكا قائما. انظروهم الآن في اليمن كيف يفشلون جهود التحالف، الإخوان إخوان الشياطين، إخوان اليهود والنصارى، هم ألد خصم لأهل البلد لأهل اليمن، أشد فتك فيهم من أعدائهم وخصومهم.